السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح فيه مسألة على هنريز لو. طبعا اول حاجة هنشرح يعني ايه هنريز لو. هنريز لو ببساطة شديدة اللي هو بيتكلم عن السولوبيليتي بتاعت الكومبوننتس في السولفنتس المختلفة وخصوصا طبعا الووتر. بيعتبر هنريز لو عبارة عن ميكسشر ما بين قانون هنري وما بين الايه وما بين دالتونز لو. فطبعا دالتونز لو بيقول ان البارشال بريشر للكومبوننت A بيساوي التوتال بريشر مضروب في المول فراكشن بتاعه او الكومبوزيشن بتاع الكومبوننت A دوت في الفيبر فيز او في الجاس فيز. ده بيساوي هنريز كونستنت مضروب في الاكس. الاكس دي اللي هي بتمثل الكومبوزيشن بتاع الكومبوننت A في الليكويد فيز. تمام. فبالتالي انا عندي دلوقتي انا عاوز اجمع الواي مع الاكس، فهقول ببساطة ان الواي A اللي هو المول فراكشن للكومبوننت A في الفيبر فيز او في الجاز فيز، تمام، بيساوي هنريز كونستنت مضروب في ايه الاكس A اللي هو الكومبوزيشن بتاعه في الفيبر فيز، وطبعا مقسوم على التوتال بريشر اللي هو في معظم المسائل بيكون 1 اتموسفير او 1 بار. خلاص. فده هنريز لو اللي احنا بنشتغل عليه. بنقول ببساطة ان عندنا الواي بتساوي الاتش في الاكس على التوتال بريشر المعطى في المسألة. فتعالوا نشوف المسألة عندنا هنا بيقول لي ايه. بيقول لي في المسألة هنا بيقول لي في المسألة هنا انه عاوز يعرف الكونسنتريشن للاكسجين اللي بيدوب في الووتر عند درجة حرارة 298 كلفن when the solution is in equilibrium، لما بيكون في حالة اتزان مع الاير اللي التوتال بريشر بتاعه 1 اتموسفير. يبقى عندنا ده التوتال بريشر اللي السيستم كله بيقع تحت تأثيره. وبيقول لي ان هنا ريس كونستانت بيساوي 4.38 تايمز 10 باور 4 اتموسفير على المول فراكشن. طيب يبقى هو كل الفكرة ان هو عاوز يعرف الكمبوزيشن او الكونسنتريشن بتاع الاكسجين في الليكويد فيز اللي هيبقى دايب في المية عند التمبريتشر دي، وعطيني هنا الاسكانستنس، وعطيني بيقول لي لما بيكون التوتال بريشر بواحد اتموسفير. فهرجع تاني للقانون بتاعنا ان الواي بتساوي الاتش على التوتال بريشر في الاكس. فاحنا عندنا الواي ده اللي هو الكومبوزيشن بتاع الكومبوننت عندنا اللي هو الاكسجين في الجاس فيز اللي هي الاير. طبعا الكومبوزيشن بتاع الاكسجين في الاير ب 21%، لان احنا عارفين ان الاير بيتكون من اكسجين ونيتروجين. الاكسجين بيمثل 21% والنيتروجين بيمثل 79%. ده النسبة بتاعت الاكسجين والنيتروجين. خلاص. فيبقى دوت هو الواي ايه اللي هو الكمبوزيشن بتاع الاكسجين في الجاس فيز او في الفيبر فيز مضروبة في 4.38 تايمز 10 باور 4، يبقى 4.38 مضروبة في 10 باور 4. تمام. وطبعا مقسومة على 1 اللي هو التوتال بريشر في الاكس اي اللي انا عاوز احسبها اللي هو الكومبوزيشن بتاع الاكسجين. طبعا مش اكس اي بقى، هنقول اكس اكسجين او 2. تمام. هيبقى هو ده المطلوب الوحيد. فهنلاقي ان الاكسجين كونسنتريشن في الليكويد فيز هيساوي 4.8 تايمز 10 باور سالب 6. هيبقى هو ده المول فراكشن بتاع مين؟ بتاع الاكسجين المطلوب. خلاص. يبقى هو ده الكونسنتريشن بتاع الاكسجين في الليكويد فيز اللي هيبقى ديسولفد ان ووتر. شكرا والسلام عليكم.